صباح الخير يا زعم، متابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينز البروكر. انضمام لكم كريم مجدي اليوم 15 نوفمبر 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. ثلاثة ايجابية وارتفاعات الأسهم الأمريكية بشكل عام مدعومة بصعود الأسهم القيادية في السوق مع تخطي المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأمريكي المخيبة للآمال. طبعا كل ده أثر بشكل كبير يوم الجمعة الماضية، وشفنا التحركات وشفنا الارتفاعات، وشفنا طبعا ارتفاع مؤشر داو جونز بقيمة 49.49%. دي كانت أهم الأخبار، ما كانش عندنا بيانات هامة طبعا تؤثر على الأسواق، أو النهاردة كمان في غياب كامل البيانات الهامة، وده اللي خلانا ننتقل مع بعض ونشوف التشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما حضرتك شايفين طبعا أداء إيجابي والارتفاعات وما زال قريب من أعلى مستوى تاريخي ليه عند 36.360، ولكن طبعا مضغوط بشكل كبير أسفل 36.50. أداء إيجابي على الـ EMA، على الاستوكاستيك، على الفلات ترند، ولكن تحايد أو محايد أو الشكل المحايد المديني طبعا متوسطات سعرية، واللي ظهر معايا من المتوسطات السعرية بما فيش تقاطع طبعا، وبيمشين تقريبا بشكل كامل مع بعض. والأداء السلبي على السعر، وجود أسفل نقطة المحورية ضغط عليه بشكل كبير، ولذلك الأداء الأكثر توقعا ولكن بنسبة ضعيفة والاتجاه الصاعد، ولكن بشرط كسر 36.360 علشان يروح لل 595 وراها 860. مرة تانية كسر 360 وراها 595 وراها 860. السيناريو الآخر المعاكس والغير مستبعد هو كسر 760 علشان يروح لل 440 وآخر نقطة عند ال 110. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.